سوينا الدجاج بعد ما أضفنا عليه زيت الزيتون والملح والفلفل، كان الدجاج مقطع إلى مكعبات شلناه على جنب. حضرنا الدريسنج باستخدام زيت زيتون وثوم وريحان، خلطناهم مع بعض. كان عندي الباستا جاهزة، خلطناهم مع الباستا وجبنة البرميزان. استوى الدجاج عندي، أضفته على السلطة وراح طبعا أقدمه مع البندورة الكرزية، وهذا طبعا طبق يعد طبق رئيسي. وصحتين ألف عافية. كوبين باستا، كوب بندورة كرزية، كوبين أوراق جرجير، وكوب ريحان. بدنا أكيد جبنة البرميزان، بدنا زيت زيتون من زيتاته، وبدنا ملح وشوية فلفل أسود. على طول يا أختي روان، أنا عندي هون صدر دجاج مقطع، شوية زيت عليه وحضفت عليه ملح وفلفل، بدي أشوي شوي بسيط. هون عم نشوي صدر الدجاج، إحنا محطوط عليه شوية زيت مع شوية ملح وفلفل، يعني بدي أظل أخلي طعم الدجاج واضح. أوكي. ما بدي أضيف عليه بهارات وأضيف عليه شغلات كثيرة. إذن صدر الدجاج عندي على النار، وكمان يا حبايبنا عندي الباستا هيها مسلوقة وجاهزة وأمورنا تمام. عم نشوي هالدجاجات إحنا هسا. الدجاج طبعا نقعته تقريبا قبل يعني ساعة زمان. اوكي. خلوه حتى ينضج معي. خليني هسا اعمل الدريسنج لهالسلطة. اوكي. فبسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء راح أستخدم اليوم زيتاته. أكيد زيتاته. زيت زيتون بكر أكيد من زيتاته. فهذا الزيت طبعا هو زيت ممتاز ونكهته قوية جدا ولا أروع من هيك. إذا زيتاته زيت زيتون بكر بنباع كمان في بازار رؤيا. أحسنتي. طبعا تقدروا تطلبوه عبر موقع بازار رؤيا، هلا رح نحط لكم اياه ان شاء الله زي ما انتم شايفينه صار قدامكم هلا على الشاشه. تقدروا تطلبوا بازار رؤيا، وزي ما حكى لكم شيف نضال بهارات شيف نضال البريحي موجوده بحط لكم اياها خصوصي لحتى تقدروا تلاقوها على بازار رؤيا. وين تسرقهن؟ مخبيات ضبيناهم. وين تسرقهن يا حبيبي؟ الله يرضى عليك. هون راح أضيف شوية ملح وشوية فلفل أسود، حبة ثوم هيك صغيرة بدي أضيفها على، ونبدأ نضيف الريحان ونخلط هالتتبيلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنضيف كمان كمية ريحان. كمان كمية ريحان. خليني بس أشوف هالدجاجات وين صارن. خلينا نشوف وين صارت الدجاجات. هاي دجاجنا قاعد بتحمر وأمورنا تمام التمام. إحنا خلينا أقلب هالدجاجات مشان أحصل على سوى بكل المناطق. طبعا هاي السلطة تعد طبق رئيسي لاحتوائها على البروتين، على النشويات، وعلى الفيتامينات، يعني كل عناصر السلطة الطبق الرئيسي موجودة موجود بهالطبق. حاضر. يا أخي بقدرش أنا، هذا مخرج يعني هو سيد الموقف في هذا البرنامج. ما بنقدر نقول له لا. وبعدين إذا ما رديتش عليه راح يصير يحكي معي كلام لطيف. وبعدين ما بصيح بالمره نهائيا نهائيا ما بصيح ولا بزعل. لا حرام، ما بحرد لا ابدا. جاي تقول لي، جاي تقول لي من عارفينه. اوكي شيف. طيب خلينا هيك شويه اوراق ريحان خارجيه. راح نضيف الان بس اغلبك روان شويه زيت زيتون. حاضر. من زيتاته. حاضر. هون بهاي هي زيتاته. لا بس حبيه سحب سحب. ايوه شوية زيت هون كمان. الله يرضى عليكي يا اختي العزيزه روان. بس تمام. شكرا. تيل داون. ايوه هي صار جاهز الدريسنج ان شاء الله. خليني بس نضيفه على
والدجاج عندي على النار وامورنا اكثر من ممتازه يا روان. الحين ناخذ هالدريسنج نحطه وين؟ داخل هالبوله ونبلش نجمع هالسلطه مع بعضها. صحيح. هلا بدك تبرد الدجاج ولا عادي يكون؟ طبعا لازم يبرد. برد له شوي. حتى لو كمان قدمناها هاي تعد او تسمى بالسلطات الدافيه. دافيه. نعم. لكن ما بدها تكون حامي كثير، بدنا نستنى شوي حتى هيك تتروحن. الدجاج طبعا صدر راح يستوي بسرعه. ما عندنا مشكله بالدجاج لانه قطعه صغيره وعامل له انا مارينيشن خفيف لطيف. فامورنا مع الدجاج احنا ممتازه. اذا بتلاحظوا ما نزل مي داخل المقلاة، هذا بدل على ايش؟ الحرارة العالية. اي يعني عليك يا عبد الله. يعني عليك يا عبد الله، لأن الحرارة عالية، أحسنت. مع إنه غشها مني بس مش مشكلة. ترى هو شوف شديت حالك بتصير شف أنت على فكرة. بتوقع في يوم من الأيام بدك تعمل لك والله معقولة معقولة. هي عندنا هون هالدريسنج. الريحان الآن رايح أضيف مجموعة من ورق الجرجير وكمان كمية من الباستا وأبدأ أخلط مع بعضه هالسلطة إن شاء الله. هاي من السلطات طبعا الطيبة وزي ما حكيت لكم تعد من السلطات من الأطباق الرئيسية. بس قلبي هاي السلطة طيبة مش زاكية. طيبة قلبي. الدجاج المعكرونة. لا المعكرونة. تعليمات المخرج انه انسى كلمة زاكية. بدنا طيبة. مننا طيبة. فاوكي معلمنا. بنقدرش نزعلك احنا. هاي عندنا هون هالدريسنج مع هالسلطة. الآن بدي أغلبك روان كمان بدنا نضيف شوي جبنة بارميزان. حاضر. من عندك شكراً إلك. ولو جداً جداً. ولو يا شيف. نص الكمية تقريباً. كمان شوي بس شكراً. تمام. إذن جبنة بارميزان صارت حاضرة هون داخل هالبولة. والله حاسة إشي زاكي. هذا طبعاً الأطباق الإيطالية الطيبة. بعدين شوفي نوع الباستا كيف عم تاخذ الصلصه. شوفوا كيف طلعوا ما هاي الفستق. صارت الصلصه بالضبط صارت جوا. يعني احنا تبلناها وصارت نكتها جوا. ايوه عيدك اليمين جد. وين ميلانو بتفوت على اليمين هيك اول دخل على الشمال. طيب الدجاج تقريبا هون عندنا نضج وصار جاهز انه راح نسيبه شوي على نار او نبرده شويه صغيره وبعديها نقدمه. أنا عندي هون مجموعة من البندورة الكرزية. امبارح مريت على محل الخضرة فلقيتهم ما شاء الله. شيف بتحب عشان يبرد نحطه بجات أكبر؟ والله هيني رأيك أجيب لك؟ هاي عندي عندي موجود. هاي عندي جات. بسم الله الرحمن الرحيم. بيساعد على أنه يعني أسرع. بالضبط يبرد أسرع. وعندي هون البندورة الكرزية. مرقت امبارح على محل الخضرة لقيتهم بيبيعوا بندورة هيك مشكلة زاكية فحبيتها كثير فجبتها وقطعتها حنضيفها كمان على هالسلطة. شوفوا المنظر ما أجمله. صفرة برتقالي حمراء يعني هاي كمان بتخلي السلطة فيها هيك فيها روح يعني وبالتالي العين اللي هي اللي بتاكل تاكل طبعا أكثر.